She's got a, such a beautiful mind, a sense of humor and eyes that shine. She's got a plenty of room in her heart. In one word, you can say she's beautiful. فلوس بعد ظهر ولادي عندن دروس شعري منكوش جسمي منفوش جوزي صار بدو شح عذابي المل من شكلي ومن ثيابي قولوا لو بقدر انا اعمل شي انا هلا بدي ارجع احلى شي احلى شي بس يا بشرى انا رايي انك ما تحطي العدسات. وليش بقى؟ انا بسمع انه العدسات اذا نحطوا اكثر من 3 ساعات بيأذوا العيون. ومنين جايبه هذا الحكي؟ تصطفلي انا عم نبهك احسن ما تروحي تزوري العالم ويحمروا عيونك عنده. عن جد جيني هذا الكلام؟ ما بعرف، رح اسال الدكتور اذا ممكن يضلوا العدسات على العيون اكثر من 3 ساعات. احلى شيء زيارة بشرة لأم وائل مرقت على خير وطلع حكي رنا صح. طلع وضع العدسات لفترات طويلة بضر لأنه بيسحب الأكسجين من العين وبتنشفها. وبهالحالة لازم نستخدم قطرة مرطبة للعدسة لتريح العين. اليوم رح تتضمن بعض الحركات اللاتينية سامبا ومامبو وتشاتشا وخلوكن معنا. 1 2
عدسي. بهالفقرة رح نعمل كومبينيشن للحركات جديدة. ركزوا معنا وتحركوا معنا. مارش، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. وقفي بشرى، بالرقص اللاتيني الورك له مدى أكبر بالحركة، كي دائما الحركة بتبلش من الورك وفي ليونة أكتر. رخي جسمك، بدك هون قدام. أيوة، هلا فرجيني الحركة.
ايوه واكثر كمان. برافو. مع بعض. احلى شيء. شو بدي قلكن؟ ام لوائل اظرف وارق مخلوقه بالعالم، بتجنن بتعقد بتطير العقل، وحبتني كثير كثير وقالت لي انه شعراتي كثير حلوين ولا بقول لك، وكمان عجبها ستايل لبسي، وقالت لي انه كثير كثير انت بنت مهضومه. مو معقول صفرة بتاخذ العقل، اكل بيطير العقل. تسلم لي تسلم لي، ما احلاها امي الثانيه. مو حاج بشرى؟ شو حاج؟ اهلكتينا بسيرة وائل وامه. ليش تضايقتي؟ ما تضايقت بس مليت، مو بس انا كل البنات. عن جد؟ لك ايه عن جد، صار لنا يومين عم نحكي بالسيره، اول نهار لتحضيراتك للروحه، وتاني يوم لارائك بالست ام وائل. انا اسفه ما كنت بعرف انه حديثي لهالدرجه ممل. والله كان عاجبني الحديث. ايه لا حاجه بقى، صرت بعرف ام لوائل اكثر مما بعرف بشرى. لا تزعلي بشرى، يعني نحن مقدرين انك مبسوطه وطاير عقلك، بس ما في بني ادم بيحكي بنفس السيره يومين. يي شوفي شوفي نسيت لكم شغله رعبتينا. قولي ثواني. شو بقى؟ ما بعرف. طيبين كتير. صحة. شاطرين غير ياك. ميرسي. أنا كتير بحب الحلو. صحتين وهنا. تفضل هاتي لمشيحة. كتير طيبين، بس شو المناسبة؟ هلا بقول لك شو المناسبة. تفضلي شيني. شكرا عاملة دايت. هلا مو وقت الدايت، وحدة كرمالي. هلا حطيهم بعدين باكل قطعة صغيرة. رح حطهم هون بس بدك تاخدي وحدة كرمالي. ها. رح آخذ قطعة كرمالك. بس قولي لنا شو المناسبة؟ حزروا. شو بيعرفنا؟ شو خطبتي انتي كمان؟ لك لا ايش لما بدنا نعرف؟ قولي لنا. لك كلير اختي. ليش شبهها؟ حامل. حامل. الله يبارك فيكم. رح تصيري خالي؟ ايه اكيد. طاير مبروك. يي لو تشوفي اختي وجوزها سامعين هالخبر ومو مصدقين. اكيد جدا انبسطت لها لاختك، عقبال فرحتنا فيكي. الله يسلمك يا رب، عقبالكم. اختك سمعانه شيء؟ لا لسه ما حلها، لسه الحمل بأوله. إيه معناتها من هلأ لازم تلعبيها رياضة. مزبوط، الحامل إذا لعبت رياضة كتير منيح لإلها. لا ما بديها تلعب رياضة. وليش بقى؟ لأني بعرف إذا الحامل لعبت رياضة بيجي وزن البيبي كتير قليل. ومين قال لك هالحكي؟ شو بعرفني، سمعتها بشي قرني. سمعاني جاني؟ سوري لنشرت شوي. تخيلت حالي وأنا وحامل كيف بده يكون شكلي. عم تقول كيندا إنه إذا الحامل لعبت رياضة بيجي وزن البيبي قليل، هلأ مزبوط هالحكي؟ أنا بعرف إنه في رياضة للحوامل بيبدو فيها بعد شهر الرابع، بس إنه يجي وزن البيبي قليل ما بعرف، بسأله برد لكم الجواب. I'm not afraid to die.